المحشش المحشش. مرحبا بك في خدمات الجلي للصيام. إذا أردت أن نصوم في مكانك اضغط على 1. إذا أردت الإفطار والحصول على شهادة مفطر اضغط على 2. إذا أردت سحب شوربة اضغط على 3. سجل أحلامك بعد الإشارة. ألو. سجل أحلامك بعد الإشارة. ألو. نحن لم نسجل أي حلم. أي. هل أنت لا تحلمين؟ أي. هل تريد سحفة شربة؟ نعم خمسة. ما هي أحلامك؟ سجل الآن قبل فوات الأوان. طيب صحيح. هل أنت لا تحلم؟ لا. نحن نظن أن رأسك فارغ. طيب شربة أنت. هل تريد أن نصوم في مكانك؟ من فضلك الوقت من ذهب، إن لم تقطعه قطعك. قطعه رأسي. ألو. نحن الآن نراقبك، لا تتحرك ولا تفكر في خدعتنا، نحن لك بالمرسال، حقق حلمك بعد إشارة. سجل أحلامك بعد الإشارة. هل أنت لا تحلمين؟ نحلم لكذا. بماذا تحلمين؟ مرة واحد بتخيلك، مرة القدبار. هل تحلمين بي؟ سجل أحلامك بعد الإشارة. ألو. هل أنت لا تحلم؟ ألو شكون معايا ولا نقص عليك؟ هيا نتكسر ليش راس. نحن نصغي لك ونراقبك من بعيد. وش بيك يا فرخ؟ يا فرخ الفروخة. يا أيمن ماذا تريد؟ يا فرخ الفروخة يا نزار وش تحب؟ راني نحضر تو. ما هي أحلامك؟ هل أنت لا تحلم؟ أسمع دار اللي قاعد تعدي فوقي وأنا من شاهديك. أي. نحن لا نتحدث بالدارجة التونسية، من فضلك تكلم بالعربية. أنا بس لك يا أيمن. أيمن سجل أحلامك بعد الإشارة. شراء سيارة. ما هي السيارة؟ ديماك. كم يبلغ ثمنها؟ 45,000 دينار. هل هي بأربع عجلات أم بخمس؟ 4 عجلات. ماذا ستفعل بها؟ أشتغل بها. ماذا سوف تشتغل بها؟ تجارة. تجارة ماذا؟ تجارة الأغنام. نحن نأسف لطلبك. لماذا؟ إنها باهظة الثمن، اختر شيئا آخر. حصول على بعض الأموال. كم تريد؟ حسب أي ثمن أريد. 10,000 دينار. دعي وانت تقبض. نعم. ألو. دعي وانت تقبض. دعي وانا نقبض. نعم. المحشش المحشش.